السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو، ومعاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو مفيد على قناتنا. فيديو النهاردة فيديو صغير هتكلم فيه عن البرنامج يعني اللي احنا بنستخدموه ولا غنى عنه، وهو برنامج بنت. لكن هنا جاي أتكلم عن برنامج بنت 3D. ويندوز 10 بيدعم برنامج بنت 3D. الناس اللي عملت ترقية من ويندوز 10 لويندوز 11 هيقولوا لي احنا دورنا على البنت 3D لكن للأسف ما لقناهوش. الحالة دي انت كل اللي عليك ان انت هتخش على مايكروسوفت ستور علشان تحمل هذا البرنامج بشكل مجاني تماما، وهينزل على النظام التشغيل ويندوز 11 بمجرد ما هتعمل سيرش هتلاقيه موجود عندك. يلا بينا نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. هنخش على موقع مايكروسوفت، هحط لكم الرابط في الوصف اسفل الفيديو، وبعد كده هروح لي هنا السيرش، ومن السيرش هبتدي اقول له بنت 3D. هبص الاقي فيه الايقونه الخاصه ببنت 3D اللي هي الايقونه الزرقاء علشان ما تلخبطوش ما بينها وما بين اي حاجه تانية. هبتدي ادوس عليها. اول ما هدوس عليها هيبتدي يظهر لي ان هذا البرنامج يعني البرنامج اللي فيه مميزات جميله جدا فري، فانت كل اللي عليك ان انت هتروح تدوس على جت. هنا يعني بيسألك ان انت تديله permission، هقول له open، هيفتح الستور الخاص بمايكروسوفت. زي ما احنا شايفين الستور على طول هيفتح بنت 3D، هقول له get. هو واخد طبعا الريت بتاعه عالي 4.7 لان البرنامج حقيقة فيه امكانيات كبيرة. اعتقد ان انا كنت اتكلمت عنه قبل كده على القناة، وده لا يمنع ان احنا ممكن نتكلم عنه اكتر. اكيد في فيتشرز جديدة حاليا موجودة بهذا البرنامج ان شاء الله نتطرق له قريبا ونستخدمه بشكل مفيد. هيبتدي يحمل، هيكتب لي هنا starting download. انا بس عايزه اقعد معاك لحد الاخر عشان ااكد لك على وجوده الان على ويندوز 11. البرنامج نزل واتعمل له انستولينج كمان، وكل اللي علينا ان احنا نفتحه. يعني انت مش هتروح تعمل انستوليشن، هو هينزل على طول على النظام التشغيل بتاعك. هنا بيقول لي بنت 3D needs an update، we are getting the update ready. يعني هو نزله وشاف ان في updates ممكن ان هو يعملها على البرنامج او يضيفها على البرنامج، فابتدى يقول لي استني لحد ما نعمل الابديت. طيب على ما يعمل الابديت انا عايز اتاكد، هعمل مينيمايز كده للويندو، وعايز اتاكد بقى ان خلاص البرنامج عندي نزل على الجهاز بتاعي. فهروح هنا للسيرش، ومن السيرش هبتدي ان انا اكتب بنت. واول ما هكتب بنت 3D هبص الاقي الايكون بتاعته بقت موجوده، هروح اعمل له اوبن واشتغل عليه. ان شاء الله كده نسرد لي بنت 3D فيديو ممكن يكون طويل شويه لكن لوحده. نبتدي بقى نشوف الابديتس الجديده الموجوده في هذا البرنامج اللي بيستخدم في حاجات كتير جدا. ان شاء الله هنشوف الكلام ده في فيديو قادم باذن الله تعالى. زي ما بنقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنسوش لو بتشوفنا لاول مره تعمل اشتراك في القناه، وان شاء الله نوعدك ان انت هتستفيد، وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.